الحمد لله الفرحة ما كتوصفش، قدرنا نشرف الكرة الوطنية وفرحنا الجمهور المغربي بأكمله، وخصوصا الجمهور الرجاوي اللي كان متعطش لهاد الفرحة هذه. كنتمنى على الله أننا نبقاو غادي في المسار الصحيح اللي غيخولينا أن نحملوا هذه الكأس ونخليوها في المغرب إن شاء الله. لما لا، حتى شي حاجة ما مستحيلة في كرة القدم، رغم أن الخصم اللي غادي نقابلوه فهو بالعيار الثقيل، يعني هو البايرن ميونخ بالتاريخ ديالو بالألقاب ديالو. حنا الحمد لله غادي نحافظوا على الحدود ديالنا إن شاء الله، ولما لا نشرفوا الكرة ديالنا ونحاولوا نحققوا المستحيل كما تيقولوا، ندوا هذه الكأس هذه غالية إن شاء الله.